أهلا بكم مشاهدينا في برنامج تحت الضوء، ونتابع في حلقة اليوم. الاتفاق النووي، واشنطن تستخدم العصا والجزر مع طهران. ليبيا، مباحثات لدفع العملية السياسية والتضييق على المسلحين. مدينة سيالكوت الباكستانية تصنع كرة القدم المونديالية. كما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم معنا حول ملفات اليوم على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. واشنطن تلوح بعصا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة بوجه إيران إذا لم تمتثل الأخيرة لمطالبها الاثني عشر التي قدمتها لاستكمال الاتفاق النووي. طهران انتقدت التهديدات الأمريكية، وإسرائيل رحبت بسياسة واشنطن الجديدة، فيما تبذل أوروبا جهودا كبيرة لاستمرار الاتفاق الذي يحمي مصالح شركاتها في إيران. 12 مطلبا حددها وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو لإيران للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، متوعدا طهران بعقوبات هي الأقسى في التاريخ إذا لم تمتثل لهذه الشروط. ستكون العقوبات مؤلمة إذا لم يغير النظام من مساره غير المقبول وغير المنتج. ستكون أقوى عقوبات في التاريخ بعد أن تكتمل، وإيران مجبرة على الاختيار، إما أن تكافح من أجل الحفاظ على دعم اقتصادها للحياة في الوطن، أو تبدد ثروات ثمينة في معارك بالخارج. تهديدات بومبيو تبعها تصريح من البنتاغون بأنه يدرس اتخاذ إجراءات جديدة ضد إيران من دون استبعاد أي خيار للتصدي للتأثير الإيراني في المنطقة، وهو ما قرأه محللون بأن الضربات الأخيرة للقوات الإيرانية في سوريا جزء من هذه الخيارات. طهران انتقدت التهديدات الأمريكية وسياسة واشنطن الجديدة بشأن الاتفاق النووي، فيما توعد قائد بالحرس الثوري بالرد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي. الشخص الذي كان ناشطاً في مركز تجسس في الولايات المتحدة وأصبح الآن وزير الخارجية يقدم ملاحظات غريبة، إنه يريد أن يتخذ قراراً بشأن إيران ويقول إن إيران يجب أن تفعل ذلك أو تفعل ذلك. هذا مضحك. إسرائيل ودول خليجية رحبت بالسياسة الأمريكية تجاه إيران قائلة إنها السياسة الصحيحة لوقف التمدد الإيراني. نعتقد أنها السياسة الوحيدة التي يمكنها في نهاية المطاف ضمان أمن الشرق الأوسط والسلام في منطقتنا، ونناشد جميع الدول أن تحذو حذو أمريكا لأن إيران قوة عدوانية. وبينما تتصاعد المواقف بين واشنطن وطهران، تسعى أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي عبر لقاءات مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين، فيما تعمل الدول الأوروبية على دعم شركاتها العاملة في إيران لحمايتها من العقوبات الأمريكية المتوقعة. ونرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور حسين علي زادة، الأكاديمي والمحلل السياسي الإيراني. مرحبا دكتور حسين. نبدأ من الأحدث الآن. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن فرض عقوبات على 5 شخصيات إيرانية بدعوى ارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني. ربما أمريكا بدأت تنفذ ما أعلنه مايك بومبيو أمس. ما هي ردة الفعل الإيرانية في رأيك؟ لسه ما شاهدنا الرد بعد عدة خطوات في وضع العقوبات على إيران. يعني خلال الأسابيع الماضية شاهدنا عدة عقوبات على إيران، ولكن ما سمعنا أي رد من إيران. هذا الدليل في ذلك يرجع بأنه إيران يعرف بأن هذا انجرار إلى فخ، يعني بأنه إذا بدأ بانسحاب من الاتفاق النووي هو ما يريده ترامب، حيث هناك بعد الدول الأوروبية سوف يكونون بجانب ترامب في وضع عقوبات أكثر على إيران، وإيران ستكون وحدة. ف
فإذا معقول يعني الطريق اللي أخذوه هو السمت والسكوت في هذه القضية حتى نعرف ماذا يحصل في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة قضية طيب قضية مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أعلن أمس عن 12 مطلبا لكي جديدا لكي تستمر العلاقات مع إيران والتعاون، وربما لوح بنوع من الحوافز إنجاز التعبير، سيكون هناك تعاون اقتصادي وما إلى ذلك. هل تتعاطى إيران مع هذه المطالب؟ أكيد لا، يعني إذا شاهدنا ما قاله الأمس وزير الخارجية الأمريكي الجديد يختلف تماما عما قاله السيد ترامب هو نفسه، يعني بعد يوم 8 مايو انسحب ترامب من الاتفاق النووي جاء باقتراح واحد، واقتراح كان إعادة النظر في التوافق النووي بس. أما اللي بأمس شاهدنا بأن الوزير الخارجي ترامب جاء بـ 12 بند جديد، منها الاتفاق النووي وفي الصاروخي وقضايا المنطقة وحتى القضايا الداخلية الإيرانية. مثلا جاء باقتراح بأن على الحكومة الإيرانية الإفراج عن المحبوسين وتحسين المعاملة مع الشعب ووقف تبديد المواد المالية إلى الإرهاب، كلها هي يعني القضايا الداخلية. أعتقد ما قال بومبيو الأمس هو جاء بشروط تعجيزية لإيران حتى إيران لا تقبل، وبعدين أمريكا بتذهب إلى وضع عقوبات القاسية لإيران المالية. طيب البعض يرى بأن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في سوريا يقال بأن فيها قوات إيرانية، إنما هي بداية لتقليم أظفار إيران في المنطقة. إلى أي مدى تنظر إيران إلى ذلك بجدية؟ لا، إيران تأخذ القضية بجدية، خاصة بعدما سمعنا من جانب الروسي الأمريكي بل الروسي بأن السيد بوتين يقترح بأن القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني الموالي لإيران لازم ينسحب من سوريا. وبعدين شاهدنا الرد الإيراني من بعض مسؤولي إيراني، قالوا لا، إحنا ما لا نسمع إلى أي أحد في العالم في وضع هذه العراقيل على وجودنا في سوريا. فإذا يعني المسألة مسألة جدية، لا من ناحية الأمريكية الضغط من جانب أمريكية، بل أيضا من جانب الضغوط الروسية كمان ومن الجانب الروسي. فيدريكا موغريني المنسقة العليا للسياسة الخارجية في التعادل الأوروبي قالت بلغة واضحة ما من حل بديل للاتفاق النووي مع إيران. هل تعتقد بأن موقف أوروبا جدي في الوقوف إلى جانب إيران؟ جدي، أنا أعتقد جدي تماماً. لماذا؟ في رأيي أنا، فيما أفهم أنا، مشكلة أوروبا مع ترامب ليس القضية واحدة، يعني قضية توافق النووي وبس. لا، أوروبا ترى الموضوع في إطار واسع، بأنه هم زعلانين من ترامب في انسحابه من معاهدة باريس، من انسحابه من يونسكو، من حتى هو حدد بأن أمريكا ربما تنسحب من ناتو الحلف الأطلسي. يعني هم ينظرون إلى قضية بشكل في إطار أوسع، ومنها القضية النووي. ولأجل هذا هم متمسكين لحد الآن في أخذ بقوة الاتفاق النووي وواقفين إلى جانب إيران. هل إيران مستعدة لتحمل أي عقوبات وصفها بومبيو بأنها ستكون أقصى مما مضى إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على ذلك؟ الفرق بين ترامب هو أوباما في أنه أوباما كان ناجحا في خلق إجماع دولي في وضع العراقيل والعقوبات القاسية على إيران من كندا إلى الصين. هذا لا نعرفه في إدارة ترامب، وهذا هو النقطة الأساسية في كل محاسبات في إيران، ساكتة حازمة محتاطة حاليا حتى نرى ماذا تحدث في واشنطن. ونرى بأنه مثلا الصين عندهم اختلافات مع أمريكا، ونرى بأن حتى الأوروبيين عندهم اختلافات مع أوروبيا. فإذا إيران ترى بأن الظروف ليست كالظروف في زمن السابق. شكرا جزيلا دكتور حسين علي زادة الأكاديمي والمحلل السياسي الإيراني، شكرا لك. شكرا.
دعوات من دول جوار ليبيا ومن مجلس الأمن الدولي لدعم المسار السياسي في البلاد عبر خريطة الطريق الأممية، مع العمل على وضع صيغة لاستراتيجية تعامل مع المجموعات المسلحة. فيما تقول مصادر إعلامية إن فرنسا تعد حاليا لمؤتمر موسع سيجمع أطراف الصراع في ليبيا بغية التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات. حراك سياسي على مسارات مختلفة شهده الملف الليبي في الساعات الأخيرة، فبينما صادفت العاصمة الجزائرية وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر حول تطورات المشهد الليبي، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في ليبيا. البيان الختامي للاجتماع الثلاثي أكد رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والذي يؤدي إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة. وفي مجلس الأمن حذرت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي من أن الوضع في ليبيا بات يمثل تهديداً كبيراً على السلم والأمن الدوليين. انعدام الأمن في ليبيا لا يؤثر فقط على الليبيين، لقد استفادت تنظيمات مثل داعش من الصراع ومدت جذورها. الحصول السهل على السلاح من ليبيا يغذي أعمال العنف من الساحل إلى سيناء. بينما جاءت إفادة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالوصول إلى المراحل النهائية من المشاورات حول استراتيجية تعامل ليبيا مع المجموعات المسلحة، سلامة اعتبر أيضاً أن اعتماد الدستور يشكل لحظة حاسمة في تاريخ الأمم، وينبغي ألا يكون سبباً لمزيد من الانقسام بين الليبيين، موضحاً أن الأمم المتحدة تجري مشاورات مع أكبر عدد ممكن من الليبيين لوضع جدول زمني ليقول الليبيون كلمتهم إما عبر استفتاء أو انتخابات وطنية. الاستراتيجية ستعطي الليبيين الفرصة للجلوس معا وجها لوجه من أجل التوافق على الإعداد للانتقال إلى مرحلة الاستقرار وإنهاء كل النشاطات المسلحة التي تؤثر على أمن واستقرار البلاد. وعلى الخط دخلت باريس التي تعد لاجتماع موسع خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب مصدر ليبي. الاجتماع يضم الأطراف الرئيسة في الأزمة الليبية لبحث التنسيق والتشاور والوصول إلى حل سياسي. وأكد المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشرف بنفسه على الاجتماع الذي يحظى بدعم شخصي من المبعوث الأممي غسان سلامة، موضحاً أن الرئيس الفرنسي بدأ بالفعل توجيه الدعوات إلى المشاركين في الاجتماع، ليتساءل مراقبون عمن يقف وراء استمرار الأزمة الليبية إذا كانت كل الأطراف داعمة للتسوية السياسية. ونرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الليبية طرابلس السيد صلاح البكوش، المحلل السياسي والمستشار السابق لمجلس الدولة في مفاوضات الصخيرات. سيد صلاح، بداية لو بدأنا بجلسة مجلس الأمن الدولي أمس والإفادة التي تقدم بها المبعوث الدولي أو الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وما يراه البعض بأنه كان مجرد خطبة إنشائية لا تعبر عن الواقع الحقيقي على الأرض في ليبيا، هل تتفق مع هذا الرأي؟ أعتقد أن ما يمكن أن نقرأه في إفادة غسان سلامة، هناك ثلاث أشياء قام غسان سلامة بتوضيحها. الأولى هو أنه دفن عملية تعديل الاتفاق السياسي التي كان من المفترض أن تجري بين مجلسي الدولة والنواب. ثانيا وضح بأن المؤتمر الوطني الجامع هو في الواقع هذه السلسلة من الاجتماعات، حوالي 40 اجتماع عقدت في جميع أطراف ليبيا، وهذا هو المؤتمر الوطني الجامع الذي كان الكثيرون يتساءلون ما هو ومن سيحضره. النقطة الثالثة هو أنه وضح بأنه في إفادته القادمة سيعطي للمجلس توصيته بخصوص هل سيكون هناك استفتاء على الدستور أولاً أم أننا سنذهب إلى انتخابات. هذه هي الثلاث نقاط الرئيسية التي خرجنا بها من إفادة غسان سلامة، والتي أعتقد أنها وضحت الكثير بالرغم من اختلافنا حول محتواها.
وبالتالي ما هو التقدم الذي طرأ على المشهد الليبي والذي حققه غسان سلامة ليكون عمله أفضل ربما من سابقه مارتن كوبلر أو حتى من طارق متري المبعوثين السابقين إلى ليبيا؟ ما الجديد الذي فعله غسان سلامة؟ الجديد الذي فعله غسان سلامة أعتقد أنه وضح الالتباس حول هذه النقاط، ووضح بأن عملية التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة قد انتهت ولم يصل إلى شيء، وبذلك سوف لن يتحرك في ذلك الاتجاه، وأنه الآن بخصوص هل سيجرى استفتاء حول الدستور أولا أم ستجرى الانتخابات ونؤجل الاستفتاء على الدستور إلى اللاحق. أعتقد هذا التوضيح ربما يعتبر تقدما، ولكن على الواقع لم تحل المشكلة الليبية، ولا زال الوضع الاقتصادي سيء، والفساد يضرب أطنابه، ويتربع على عرش هذا كله مجلس الرئاسي خال من أي خبرات وخال من أي إنجازات. طيب، الجزائر العاصمة شهدت اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر لبحث المشهد الليبي. هم أكدوا على ضرورة المضي قدما في التسوية السياسية ودعمهم لهذه التسوية. كيف تقيم دور دول الجوار لليبيا في الأزمة الحالية؟ دول جوار، أعتقد أن تونس بالطبع، تونس على قدراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية يعني غير مؤثرة، ولكنها تتأثر كثيرا بما يجري في ليبيا. الجزائر تشكل ثقل عسكري وسياسي في مواجهة مصر، وهو ما يبعد ربما التدخل المصري سافر في المنطقة الغربية. ولكن على العموم أعتقد أن غسان سلامة في نهاية إفادته أوضح بأنه يجب أن نقلص الفرق بين الإعلانات التي تقوم بها هذه الدول وبين ما يجري على الواقع، وهو على هذا الأساس نادى بحل أي مؤسسات موازية والتي تدعمها مصر، وفي نفس الوقت تقول أنها تدعم الاتفاق السياسي. ولكن غسان سلامة يجب أن نعرف بأنه ليس له ذلك الثقل الكبير الذي يمثله مبعوث أممي ككوفي عنان في كينيا أو ما إلى ذلك، وإنما يتأثر بالموقف الدولي، والآن الموقف الدولي تؤثر فيه الإمارات والسعودية بشكل كبير، وبالتالي مصر هي الأداة التي يستخدمونها، مع أن لاحظنا في جلسة مجلس الأمن أن نيكي هيلي السفيرة الأمريكية قالت بأن الولايات المتحدة سوف لن تتردد في استخدام جميع الوسائل لتحقيق السلام في ليبيا، وقالت بأنها ستدعم وضع 6 شخصيات ليبية على قائمة العقوبات، وأوقفت ذلك روسيا الآن. نعم، السؤال المطروح الآن سيد صلاح، إذا كانت كل الدول أعربت عن دعمها للتسوية السياسية وفرنسا هي الآن بصدد الإعداد لمؤتمر للفرقاء الليبيين، مجلس الأمن أكد على ذلك، دول الجوار أكدت على ذلك، الكل متفق على التسوية السياسية، من الذي يعرقلها إذن؟ يعرقلها التدخلات الأجنبية، وبالخصوص تدخلات الإمارات ومصر والسعودية في الشأن الليبي، وفرنسا من الجانب الأوروبي. ولهذا أعتقد أن غسان سلامة أشار إلى أن الجميع يجب أن يتحدث بصوت واحد، وأن تكون الأفعال مطابقة للكلمات، وهو ما لا يحدث الآن. الإمارات والمصر تخوض حرب بالوكالة في ليبيا عن طريق عاملها في ليبيا خليفة حفتر، وهو ما نراه الآن في هجومه الشرس على درنة في شهر رمضان. وعلى هذا الأساس أعتقد أن هذا يعرقل العملية السياسية، وليس من قدرة غسان سلامة أن يتعامل مع هذه القوة. نعم، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. وليس له أي دعم، وخاصة أن الولايات المتحدة. أشكرك جزيلا، عذرا للمقاطعة لأن الوقت انتهى. السيد صلاح البكوش المحلل السياسي والمستشار السابق لمجلس الدولة في مفاوضات الصخيرات، شكرا جزيلا. We'll be right back.
قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم روسيا 2018، تواصل المنتخبات المتأهلة للبطولة آخر استعداداتها عبر خوض عدد من المباريات الدولية الودية. أما باكستان، الدولة غير المتأهلة للبطولة وغير المصنفة دوليا في كرة القدم، فتشارك في البطولة ولكن من باب التصنيع، فكرة القدم المونديالية يتم تصنيعها في مدينة سيالكوت الباكستانية. مراسلنا بلال الأسطل لديه المزيد من التفاصيل. مدينة سيالكوت الباكستانية واحدة من أهم مراكز صناعة كرة القدم في العالم، والتي تتميز بجودتها العالية وأسعارها المنافسة. بعد أن أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى المدينة صناعة الكرة التي استخدمت في مونديال البرازيل عام 14 و2000، عاد ليمنحها حق تصنيع الكرة التي ستستخدم في ملاعب كأس العالم المقرر الشهر المقبل في روسيا. تتميز معشوقة الجماهير هذا العام باحتوائها على نظام تحديد المواقع المعروف بGPS، ليتمكن الحضور من تتبع حركات الكرة على هواتفهم الذكية من خلال تطبيق خاص. الكرة التي تخيط يدويا في باكستان لا يمكن مقارنتها بغيرها حول العالم بأسره، فباكستان لديها أفضل تكنولوجيا للخياطة اليدوية في العالم. نعمل حالياً في باكستان على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بحيث أضفنا تقنية GPS للكرة التي سيتم استخدامها في مباراة كأس العالم في روسيا، وهذا يمكنك من متابعة حركة الكرة على جوالك الخاص. يقوم هذا المصنع وحده بتصنيع أكثر من 5000 كرة يومياً تستخدم في الملاعب الأوروبية والأمريكية. تمر صناعة الكرة بعدة مراحل، تبدأ بدباغة القماش وطليه بعدد من المواد الكيميائية طبقة فوق أخرى إلى أن يتحقق السمك المطلوب، ثم يترك ليجف تحت أشعة الشمس لدقائق معدودة، ثم تنقل شرائح القماش إلى قسم التقطيع ومن ثم إلى قسم التلوين، الذي يتم من خلال إطار خشبي مزود بشرائح بلاستيكية نقشت عليها التصاميم المطلوبة، ومن ثم تنقل إلى أيد مهرة احترفت خياطة الكرات لعشرات السنين. أعمل في صناعة الكرات منذ 15 عاماً، ولدينا خبرة عالية تجعلنا نتفوق على غيرنا من المصانع حول العالم. وبالطبع هذه المهنة تحتاج إلى جهد كبير ويوجد صعوبة فيها، لكن أصبحت بالنسبة لنا هي مصدر دخلنا الوحيد. وبعد وصولها إلى شكلها النهائي ووضع كيس الهواء بداخلها، تخضع للفحص من حيث اللون والخياطة والوزن للتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات قبل أن تغلف بالأكياس وتصبح جاهزة للتصدير. رغم أن الكرة الباكستانية لا تحظى بمكانة دولية على مستوى المنافسة، إلا أنها استطاعت الوصول إلى كأس العالم المقبلة في روسيا من باب جودة الصناعة. لبرنامج تحت الضوء، بلال الأسطل، TRT العربية، من مدينة سيالكوت باكستان. وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، وفيها نتابع التغريدات حول الاستراتيجية التي أعلنها مايك بومبيو أمس حيال إيران. نتابع. مهاجر يضحك ويقول: لا أضحك الله لك سنا يا وزير الخارجية الأمريكي، حدثني أبي رحمه الله، حدثه جدي رحمه الله بأنكم كذابون، تهمكم مصالحكم وتتلاعبون بمصطلحات الإرهاب وحقوق الإنسان وفرض العقوبات، وإن هناك من يصدقهم من المسلمين والعرب، وهما نوعان، يا دلخ أو جبان، ودلخ في اللهجة النجدية يعني أحمق. حسام بوطاني غرد قائلا: سنسحق وكلاء إيران في المنطقة. بومبيو يقول هذا الكلام لاختبار الأول لهذا الكلام في تشكيل الحكومة العراقية القادمة، والذي سيترك تداعيات مثيرة على العراق. وحول تطورات المشهد الليبي نتابع.
عبد الرحمن شاطر يقول: شكرا دكتور غسان سلامة على قولك لمجلس الأمن حين تسمع ليبيا رسائل متضاربة فإننا نزيد من الانقسام ونقدم فرصة لمن يريد أن يحرف مسار العملية، ولكن حين ننطق بصوت واحد وواضح كونوا على ثقة ستجدون أذانا صاغية من الليبيين، نقول لا لمطامع دول في ليبيا. أخيرا حمزة عبد الجواد غرد قائلا: روسيا تعطل مقترح مشروع قرار عقوبات متعلق بشخصيات ليبية في مجلس الأمن الدولي. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.